إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناتكم قناة لمنا في الكذب. سنقوم بتحليل الذهب. الكثير من الإخوة طلبوا مني تحليل الذهب، كنا قد حللناه منذ مدة، وما كنا نريده أن يقع لكي نتداول الذهب لم يحدث، بالتالي ابتعدنا عن الذهب. كنا قد يعني عندما حللته كنت أريد زيادة في الزخم البيعي ثم تصحيح لكي أبحث عن البيع. لم تحدث تلك الزيادة في الزخم البيعي، بل بدأت هناك حركات غير طبيعية، فابتعدنا عن الذهب إلى أن تتضح الصورة، لأن التحليل يختلف عن الاستراتيجيات. يجب أن تكون محلل، تعرف ما الذي تبحث عنه، وبعد ذلك يجب أن تتحقق لك شروط استراتيجية لكي تتداول عملة ما، أو يعني أو مؤشر ما، أو. إذا سنقوم بتحليل الذهب اليوم نزولا عند رغبتكم، لكن قبل البدء ندعوكم دائما وأبدا إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو رابطها، اضغطوا عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة. أي واحد تواصل معك بهذا الاسم أو بهذه الصورة فهو نصاب، نحن لا نرسل لك رسائل ولا نتواصل معك، أنت من يجب أن يتواصل معنا إذا أراد أن يشترك في دوراتنا التدريبية وفي العلم الذي نقدمه فقط. نحن لا نبيعك توصيات، لا نريدك أن تبيع، أن تكون تابعا لمن يبيعك توصيات، نحن نعلمك لكي تحترف التداول. إذا كنت طماعا وتريد فقط الربح السريع فاشتري توصيات، وأؤكد لك أنك ستخسر مالك وستكره التداول، وستقول أن هذه المهنة مهنة خطيرة لأنك لم تبدأها بالطريقة الصح. بعد الضغط على الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي نشارك معك فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية يوميا، نشارك معك بعد الأرباح، لاحظوا كلمة الأرباح، يعني إذا بدأت أشارك معك الأرباح لسنوات، ونحن نشارك أكثر من 4 سنوات ونحن نشارك معكم هذه الأرباح لنثبت لكم قوة مدرسة العلم لا يرفع الكذب، قوة مدرسة علم التحليل الموجي والبرايس أكشن. وهذا هو آخر عرض وضعناه لحد الساعة، لن تجدوا أفضل منه، هذا هو العرض الذي سيجعلك تحترف التداول إذا أردت فعلا احتراف التداول. إذا ما إذا كنت فقط طماعا تبحث عن الربح السريع، فاعلموا أن ما يأتي سريعا يذهب سريعا، والفاهم يعني واللي دماغه شوي شغال راح يفهم رسالتي اليوم جيدا. إذا رابط الاشتراك في هذا العرض مثبت في تعليقات هذا الفيديو أو رابط وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك هو الرابط، اضغط عليه تواصل معي مباشرة على الخاص، أنا الذي أجاوبك. تبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين وتبتعد عن 95% الخاسرين. لا تنسوا كذلك الذهاب إلى الموقع beprowavetrader.com beprowavetrader.com، في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراءتها وكتب يمكنكم تحملها مثل دليل أساسي للشموع اليابانية للمبتدئين، فقط اضغط على ابدأ المجانا ودعمك الخاص، تصلك الكتب إلى إيميلك الخاص. تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة وهذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي إلا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغطت على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول، مسؤولية تم عن قراراتك. قناة لنا في الكاتب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلب منك أن تراقب تقارن تشاهد، وإذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عروضنا وإلى دوراتنا. الذهب، الذهب يعني لدينا، إذا ركزنا جيدا سنجد أنه لدينا موجودة فيها تصحيح، موجودة فيها مع زيادة في المومنتوم، ثم حركة قوية، ثم صعود بموجة بهذه الطريقة هكذا. إذا عندي حركة غير طبيعية في السوق، مع العلم أنه كنا توقعنا هذا الصعود لكسر القمة وحدث، ولكنه صعد أكثر من القمة بكثير، لا مشكلة في ذلك، ولكن توقعنا الصعود. الآن نتوقع أن نحصل على هبوط لتقفيل هذه الموجات هنا، كلما ابتعدنا عن القمة كلما كان الحصول على نفس الطول بعيدا، يعني قد يكون هناك تقفيل وقد ولكن قد لا نصل إلى نفس الطول لأننا ابتعدنا بعض الشيء عن القمة في الذهب. ولماذا أتوقع التقفيل ولماذا نظرية التقفيل؟ لأن السوق يمشي بحركات طبيعية، هذه الحركة الغير طبيعية يجب تقفيلها، هذه حركة غير طبيعية، لماذا؟ لأن المفروض بعد موجة دافعة أن يحصل نحصل على تصحيح، المفروض بعد الموجة الدافعة أن نحصل على تصحيح، هذه حركة طبيعية، ما الذي حدث بعدها؟ بوم طار السعر، ولكن هاته موجة دافعة ثم موجة دافعة، ليست حركة طبيعية.
إذا نحتاج إلى تصحيح هكذا حتى تصير هذه كذلك حركة طبيعية. نقول موجة دافعة تصحيح، ونبحث عن موجة دافعة. التصحيح قد يكون كونتراكتين، قد يكون ريجولار، قد يكون رانين، قد يكون اكسباندين، يعني فقط نريد تصحيح لحد الساعة ما عنديش، عندي فقط هذه الموجة كابينية مكتملة لأنه فيها موجة دافعة تصحيح، موجة دافعة تصحيح، موجة دافعة. هل عندي زيادة في المومنتوم فيها ولا لا؟ هل عندي فيها زيادة في الزخم؟ خلينا نقيس بين آخر موجتين، آتي الموجة وآتي موجة لحد الساعة، لأنه إذا كان عندي زيادة في الزخم مشكلة، مش مشكلة، سنتوقع تصحيحا أخيرا ثم صعود قبل النزول، وأتوقع أنه فيها تساوي لحد الساعة في الزخم، تساوي لحد الساعة في الزخم. طيب خلينا ننزل على الفريم اليومي لأنه أنا الفريم الشهري، لاحظوا معي جيدا، لاحظوا معي جيدا، هذه الموجة فيها الزيادة في الزخم إذا أخذنا الموجة كلها، ولكن إذا أخذنا، لأنه يمكن تقسيم الموجات، لأنه الفريمات كلما نزلنا فريمات كلما تقسم الموجة، إذا هذا هو التصحيح الكبير، سيلغي لي هذا البول باك، إذا ستصبح هذه موجة واحدة وهذه موجة واحدة، زيادة في الزخم. ولكن إذا ركزنا على هذه الموجة الأخيرة، هذا هو التصحيح الأول وهذا هو التصحيح الثاني، وهما متساويان مع بعض، W X Y X، ونحن في الزد. إذا هنا موجود نقص في الزخم. أفضل فرصة لي لتداول الذهب على الفريم اليومي، لاحظوا سأحدد لكم فريمات، إذا كنت تتداول على الفريم اليومي أفضل وأحسن وأأمن منطقة هي أن يعود الذهب بقوة، بقوة لكسر هذا الجدار ثم تصحيح، وهذا هو، وهذا للبيع. إلى أين؟ فريم المونتلي هو هدفي، يعني لنقل نفس طول هذه الموجة، ولكن سنراقب، سنراقب لأننا ابتعدنا كثيرا عن القمة، قد لا يعطينا نفس الطول، فقد تكتمل بنية هذه الموجة ونبتعد. هذا بالنسبة لي فريم اليومي. طيب فريم 4 ساعات، هل لدي فرصة أحسن في فريم 4 ساعات أو جدار أحسن في فريم 4 ساعات؟ إذا على فريم 4 ساعات، إذا فريم اليومي هو 2275، هذا هو الجدار. طيب فريم 4 ساعات، إذا كان هذا هو التصحيح، إذا هذه بداية موجتي من الأسفل من هنا، موجة تصحيح، موجة تصحيح أكبر، سيلغي ذلك تصحيح صغير ثم موجة. إذا هذا هو جداري على فريم 4 ساعات، إذا غيرناه من 2275 سيصبح جدارنا هو، خلينا نمسح، سيصبح جدارنا هو 2300، 2300، خلينا ناخذ هكذا تقريبا 2363. إذا هذا على فريم 4 ساعات، يعني أريد موجة دافعة تكسر هذا الجدار ثم تصحح، ويبقى التصحيح في الثلث الأخير للبحث عن البائع. إذا هذا هو جداري على فريم ماذا؟ فريم 4 ساعات. طيب هل لدينا جدار على فريم الساعة؟ لنرى. طيب على فريم الساعة إخواني أخواتي، عفوا، لدي موجة دافعة تصحيح، موجة أخرى زيادة في الزخم تصحيح، ثم موجة أخرى. أوكي، إذا على فريم الساعة أأمن وأفضل منطقة لتداول الذهب هي الجدار، هذا هو آخر جدار 2431، هذا هو جداري للبيع، لأنه ممكن يكون هذا فقط نموذج ريجولار فلات، ويصعد الذهب لمرة أخيرة، سيتحول جداري من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة 2470، لكن لحد الساعة طالما لم نكسر مستوى 2533 دولار، هدفي أو جداري هو هذا. ولكن ليس الجدار هو المهم، المهم هو كيفية، كيف وصلنا إلى الجدار. أقصد إذا بدأنا نعود بهذه الطريقة وكسرنا الجدار بهذه الطريقة التصحيحية، هذا الجدار، يعني هذه الفرصة ليست جيدة للبيع بل للشراء، لأن احنا جايين بطريقة سيئة. أنا أريد، إذا أردت البحث عن بيع هذا الجدار، أريد نزولا قويا يكسر هذا الجدار ثم تصحيح. أما إذا بدأ ينزل بطريقة المتذبذبة هكذا وكسر لي الجدار، لا يهمني هذا الجدار هكذا لأنه سيصعد، لا أريد ذلك،
أريد طريقة، المهم تحديد الجدار بالطريقة الصحيحة، والأهم هو كيف نزل السعر إلى ذلك الجدار. هل نزل بطريقة تصحيحية؟ هذا يعني الصعود، لأنه النزول بطريقة تصحيحية يعني أن البائعين ليسوا بتلك القوة، لكن إذا نزل بطريقة قوية هذا يعني أن البائعين أقوياء ونزلوا بكل ثقلهم، مما أدى بالنهاية إلى انهيار سوق الذهب. تلاحظون؟ إذا أريد نزولا قويا مع كسر هذا الجدار ثم تصحيح، هكذا يبقى في الثلث الأخير للبيع. وهدفنا هو كما قلنا نفس تلك الموجة. طيب إذا صعد الذهب الآن وكسر القمة، سيصبح جداري هو هذه المنطقة هنا $2470، وسيكون كذلك جداري هو هذه المنطقة. إذا أريد نزلة قوية بموجة دافعة ثم تصحيح، يبقى في الثلث الأخير من تلك الموجة الدافعة للبيع، غير ذلك لا يمكنني البيع. إذا حددت لكم جداري على فريم اليومي، حددت لكم جداري على فريم الـ4 ساعات، وحددت لكم جدارا على فريم الساعة، والهدف سيكون على فريم الماونتلي. هدفي سيكون على فريم الماونتلي، ما يعني أنه ممكن يمكنني الدخول بيع في فريم الساعة إذا تحققت لي شروط الاستراتيجية. ماذا قلنا؟ قلنا في مقدمة هذه الحلقة، قلنا التحليل هو شيء، ولكن تحليل دون تحقق شروط الاستراتيجية لا يعني شيئا. فبالتالي إذا حللت وقلت أنني أريد تقفيل هذه الموجة، لكن إذا لم أحصل على الفرصة التي ستجعلني أضغط على زر البيع، فليس هناك بيع حتى لو أنا متوقع التقفيل. تلاحظون قد تتغير البنية. إذا سيكون هدفي هو هذا المستوى الـ1600 الـ1700 دولار، مع المراقبة لنرى كيف هذه البنية هي نازلة، كيف بنية الموجة الدافعة نازلة. هذا هو تحليلنا اليوم للذهب. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. إن كنتم كذلك فجروا لايكات، ضعوا تعليقاتكم وصل الفيديو. لا تنسوا، تريدون احتراف التداول؟ هذا هو العرض المناسب. رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط، وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك والرابط. اضغط عليه، تواصل معي مباشرة على الخاص الذي يجاوبك. تبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين وتبتعد عن 95% من الخاسرين. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم وأن نعلمكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.